فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجب على الإنسان اليقين في إيصال الماء إلى سائر جسده في الاغتسال، أم يكفي غلبة الظن؟ يكفي غلبة الظن، غلبة الظن تنزل منزلة اليقين. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.